طب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في موضوع في موضوع الماكسيمال دومين اوف اكزيستنس. ما زلنا في موضوع، يعني هنحاول برضه ناخذ فيه محاضرة اخرى. أريد من الجميع، أنا معي الآن طالبتين فقط في الشات، أو الصوت والصورة واضح؟ أريد الإجابة. الصوت والصورة واضح؟ تمام، أريد الجميع يجاوب، اللي مش واضح تمام. جواهر، أيوه، أريد الإجابة. اللي في عنده مشكلة في الصوت أو الصورة اخرج من الفصل الافتراضي ورجعي مرة ثانية. طيب، ما زلنا في موضوع الماكسيمال دومين اوف اكزيستنس. طبعا احنا في المحاضرة الماضية اخذنا أمثلة بسيطة، هنحاول محاضرة اليوم وتقريبا القادمة نأخذ بعض النظريات الهامة. بداية لدينا مسألة القيمة الابتدائية التالية: x dot يساوي f of x وال f ومشتقتها متصلة على المجموعة e وال e أوبن جزئية من الـ R N، والـ X نوت from R N. يعني في الحقيقة الآن نحن نتعامل مع سيستم، إذن عندي الـ Initial Condition، نسمي ذي المسألة واحد. طيب، طبعا احنا قبل كذا حنقول we have seen that for some a اكبر من الصفر انه يوجد حل. There exists solution. يوجد حل. There exists a solution اللي هو x of t، وهذا الحل موجود في ال e for t موجودة في الفترة a و a. نستخدم نظرية الوجود الوحدانية. استخدام نظرية الوجود الوحدانية، هذا اللي تعاملنا معه، اللي هو عبارة عن الوجود المحلي. This is local existence. طيب، السؤال التالي، طبعا هذا السؤال ناقشناه برضه في المحاضرة التالية. أريد الآن الإجابة. الصوت والصورة واضح؟ أريد إجابة نعم أم لا، ما تكتبوش كثير. الصوت والصورة، أيوة، أريد الجميع، ثلاث طالبات معايا في الشات. طيب، حنعيد نفس السؤال اللي قلناه في المحاضرة الماضية. الكويستشن ناقشنا، قلنا ايه؟ What is the largest interval؟ ما أكبر فترة؟ What is the largest interval such that، يعني ما هي أكبر فترة؟ ب
بحيث الحل يكون الحل بحيث رقم واحد، بحيث المعادلة واحد، بحيث المعادلة أو equation one. هذه المسألة has a unique solution. Has a unique solution. Next thing. طيب برضو هقول if لو كانت if لو كانت ال j is finite يعني سالب واحد سالب اثنين صفر ثلاثة لو كانت finite السؤال برضو what happens ماذا سيحدث لو as its endpoint النقاط النهاية لها is approached برضو if it's infinite برضو and برضو and if it's infinite نحاول نوضح هذا الكلام في الأمثلة التالية. أنا سبق شرحته في المحاضرة القادمة الماضية بعض الأمثلة، برضو اليوم أحاول أوضحه من خلال الأمثلة التالية. مثلا طبعا احنا نحتاج بعض التعريفات البسيطة التي حترجعوا لها إن شاء الله، أو أتوقع أنكم اللي عمالين تأخذوها حاليا في التحليل أو قد أخذتموها. أنا حستدعي بعض أو حنحاول نفتكر بعض التعريفات فمثلا لو كان F لو عندي المجموعة E is open مجموعة مفتوحة ما يسمى اللصاقة the closure نرمز لها بالرمز هذا هي عبارة عن مجموعة كل نقاط النهاية للإي للمجموعة إي. طبعا احنا هنا حنستخدمه فقط، انا واثق انكم درستموه بالتفصيل في مقرر التحليل. فالكلوجر اوف اي او لصاقة الاي هي عبارة عن is the set of is the set of all of all limit points of E. برضه لدينا ملاحظة إن المجموعة E subset من اللصاقة. برضه حنعرف الباوندد أو الباوندري وحنرمز له بالرمز التالي the boundary حنرمز له بهذا الرمز عبارة عن اللصاقة ناقص الـ E. طيب حنحتاج لهذه المصطلحات تقريبا في الأمثلة الآتية، قد نحتاج لبعضها. حناخذ examples بعض الأمثلة البسيطة. مثلا رقم واحد لو عندي المعادلة x dot سوى ax و x of 0 سوى x not. طيب هنا الـ حتكون عبارة عن
لي عبارة عن R. أنا أشوف هنا الطرف الآخر للمعادلة هيكون معرف لأي إكس موجودة في الـ R. إذن في هذه الحالة الـ E هنا تساوي الـ R. ولو حلينا هذه المعادلة، معادلة بسيطة فصل متغيرات، الحل X of T يساوي A or X naught في E أس A T. هذا عبارة عن حل هذه المسألة. طيب بالتالي الماكسيمال انترفل هنا حيبقى ايه؟ سالم ما لا نهاية وما لا نهاية. يعني الحل حيكون معرف على هذه الفترة، سالم ما لا نهاية وما لا نهاية. مثال آخر، x دوت يساوي 1 زائد x تربيع و x of 0 تساوي 0. برضه هنا الـ e تبقى بكام؟ ها الإف هنا هتبقى معرفة بكم؟ يعني الدالة إف هنا هتبقى متصلة لأي إكس؟ لأي إكس في آر. إذن الإي بآر، ولو حلينا هذه المعادلة بآر، لو حلينا إيه؟ هدي لي التان تانتي. هنا الجي هتكون إيه؟ الجي حتكون ايه؟ سالب باي على 2 وباي على 2. طيب وطبعا واضح هنا ان الحل، هذا الحل هيقول الى موجب او ماينس ما لا نهايه از عندما تي تقول الى الايه؟ الى موجب او ناقص باي على 2. طيب برضو مثال اخر، طبعا احنا في المحاضرة السابقة شرحنا بالتفصيل، يعني بدأنا بالشكل التالي، بدأنا نشوف الانترفال بالضبط، حسبنا الاتش وبعدين حسبنا جبنا الحل وقلنا هل يمكن توسعة الحل. و برضه هنا حبدأ بالايه؟ بالاف. راح اشوف هنا الطرف الاخر للدالة اف واشوف الحل واشوف الحل. فانا عندي هذه الناتج اللي هنا، هي ناتجه من الايه؟ اروح اشوف الداله بتاعتي، الداله اف ومشتقاتها هل متصله؟ واروح احط لها الايه؟ احط لها الاي، لان احنا قايلين بالشرط اف تنتمي الى الاف ومشتقاتها متصله عشان اضمن انه الحل ايه؟ موجود ووحيد. مثال اخر، اكس دوت يساوي سالب 1 على 2 اكس و اكس اوف 0 تساوي 1. طيب ها ايش حيكون هنا الاي؟ الاي حيكون هنا من كم الى كم؟ صح صح ار ماينس صفر، لكن احنا حناخذ ايه؟ حناخذ الفتره الفرع، لان لفينا في الحقيقة فرعين، هي في أكثر من فرع، فإحنا حنأخذ الفرع اللي موجود في الايه؟ الصفر، وبالتالي حيبقى الاب صفر وما لا نهاية. طيب لو حلينا، طبعا إحنا نختار الايه هنا، الايه في الحقيقة هي عبارة عن open set كان 1 اتش بحيث الدالة اف اوف اكس تكون ايه؟ كونتينوس، حتى تكون الدالة اف كونتينوس. احنا ناقشنا مرة لو تذكروا في مثال كنا نختار يعني احنا لما نرسم كنا نختار الفرع الذي يوجد فيه الانيشيال. طيب لو وجدنا الحل، الحل بسيط بامكانكم توجدوه. الحل هو عبارة عن اكس اوف تي ويساوي واحد ماينس تي. لو اوجدتم الحل فهنا الجي او الماكسيمال انترفال الجي حتكون بايه؟ بسالب واحد او سالب ما لا نهايه ب واحد.
طيب واضح انه هنا ليه ال اكس تي الحل هيقول الى الباوندري اللي في الحقيقه as عندما تي تقول الى الواحد من ناحيه الايه من ناحيه الشمال اللي حتكون ايه الصفر. طيب ناخذ مثال اخر، حنخذ مثال اخر. لو عندي 3 equation x dot يساوي minus y على z و y dot يساوي x over z و z dot يساوي 1، ايش نتوقع هنا الاي؟ الاي حتكون عبارة عن ايه؟ طبعا لما نختار الاي اروح اشوف ايه؟ اروح اشوف الطرف الاخر للمعادلة التفاضلية. مثلا اشوف هنا ما في مشكلة، الدالة اف ثلاثة متصل، اعتبر دي اف واحد، دي اف اثنين، دي اف ثلاثة. هذه الدالة متصلة. تبقى هذه الدالة حتكون متصلة عند كم؟ غير متصلة عند كم؟ عندما زد بكم؟ طبعا الـ initial value أو x y z عندما زد بصفر، إذا x y و z هذه القيمة الابتدائية عندما t باي واحد على باي، هذا الشرط الابتدائي. طبعا هذا الشرط حنستفيد منه إيه؟ لما نحسب الحل. لما حسب الحل حساب الحل بسيط لهذا السيستم، حل هذه المعادلة، واحد هنا زد وهنا زد وحلل ايه؟ حيبقى هنا زد ثابت، حط هنا ثابت هنا ثابت وحل المعادلتين حيديني ايه؟ اذا الاي هنا هي عبارة عن ايه؟ اكس واي زد بحيث ايه؟ بحيث الزد اكبر من الصفر. يعني الزد ما تساويش الصفر. طبعا انا اخترت الفرع اللي يحتوي اليه واحد على باي، لانه حيكون في عندي فرعين، حيكون في عندي فرعين. لما اقول زد لا تساوي صفر، عندي فرع زد اكبر من الصفر وزد اقل من الصفر. لاحظوا معايا زي المساله السابقه، في عندي فرعين حيكون في حاله زد اكبر وزد اقل. انا اختار الفرع الذي يحوي لي الايه؟ تحويل التي اللي هو واحد على الباي. طب لو حليتم هذا السيستم حيدي لي الحل ايه؟ exact solution او x y z حيساوي الx بساين واحد على تي، وهنا حتبقى واحد على تي، والزد بكم؟ بتي. طب هنا الجي حتكون بكم؟ الجي حتكون هنا بكم؟ المشكلة عند التي، بالتالي حتبقى بكم؟ من صفر إلى ما لا نهاية. طبعا نلاحظ هنا في جميع الحالات طبعا عندما التي تقول للصفر ناحية اليمين الحلول في الحقيقة حتكون أوسيليشن، تبقى بهذا الشكل أوسيليشن لحد ما توصل ايه للباندري. طبعا احنا نلاحظ في جميع الحالات السابقه observation ملاحظه، ايش الاوبزرفيشن؟ في جميع الاحوال جي از ان اوبن ان all examples. طيب الان حنحاول ايه؟ هذه امثله بسيطه، حنحاول نثبت اليوم حنحاول نثبت لاما وانثيرم، يعني تمهيديه ونظريه، ونكمل بقيه في المحاضره القادمه. طيب في عندي
تمهيدية هامة أو لام واحد تفترض التاريخ نقول let واحد of t and u اثنين of t افترض ان واحد و t be solutions حلين of لمسألة القيمة الابتدائية واحد التي كتبناها في البداية على الفترة on interval i1 and i2 respectively افترض انه واحد حل المعادلة واحد على الفترة i1 افترض u2 حل المعادلة واحد على الفترة i2 then عاوزين نثبت مالي رقم واحد عاوزين نثبت أن الصفر ينتمي إلى تقاطع الفترتين رقم اثنين عاوزين نثبت أن if i إذا كانت الـ i an open interval وكانت الـ i فترة مفتوحة with والصفر في هذه الصفر في الـ i and وال i جزئية من ال i1 تقاطع i2 then u1 حل u1 معرف على الفترة i1 حيساوي الحل u2 المعرف على لكل t موجود في هذه ال i طيب الإثبات رقم واحد مباشر هذا رقم واحد مباشر حنكتبه ومع هذا حنكتبه رقم واحد مباشر حنقول since u1 of t and u2 of t are solutions of the initial value problem رقم واحد هذا أدي لأن من تعريف أخذناه قبل كذا لما يكون هذا حل هذه المعادلة للمسألة وهذا حل بالتالي الصفر ينتمي إليه إلى تقاطع الفترتين نشوف اثنين رقم اثنين تنص التمهيدية أو اللامة على لو عندي I an open interval والصفر موجود فيه والI subset من الـ I1 وI2 then U1 الحل U1 يساوي U2 لجميع قيم T الموجودة في الآن طيب حنبدأ في الحقيقة من الفرض حنقول suppose حنبدأ من الفرض نقول suppose الصفر ينتمي إلى الـ i والـ i جزئية من الـ i1 تقاطع الـ i2 طيب مباشرة by the existence و uniqueness theorem نقول then by existence
for uniqueness, a theorem, يوجد أكبر من الصفر بحيث يتحقق ماله، بحيث المعادلة واحد half or has a unique solution. كان عندي هذا من الفرض، من ثم حنستنتج أن المعادلة واحد has a unique solution على الفترة A سالب A و A. الفترة سالب A و A موجودة فين؟ في الأعلى. هذا مباشرة من نظرية الوجود الوحدانية. احنا افترضنا الصفر ينتمي إلى الآي، بالتالي باستخدام نظرية الوجود نستنتج أنه يوجد حل على الفترة سالب A و A لجزئية من الآي. طيب حنفرض الآن هذا أول جزء. حفرض الآن حنقول let i star هو عبارة عن اتحاد الفترات المفتوحة المحتوى في الآي، هو عبارة عن اتحاد open interval والمحتوى الموجودة contained in I والذي فيها الحل on which U1 of T يساوي U2 of T. إذن الـ I star عبارة عن اتحاد الفترات المفتوحة والمحتوى في I والتي فيها الـ U1 يساوي 2. طبعا الاي ستار في الحقيقه هي ليست خاليه، ليه؟ لان على الاقل حتحتوي هذه الفتره. الاي ستار ليست خاليه لان على الاقل حتحتوي على هذه الفتره. نكتب هذه المعلومه، حنقول اي ستار، نقول اي ستار ليست خاليه. لماذا؟ حنقول سينس على الاقل ممكن تحتوي it contains على الأقل، يعني على الأقل أو at least، يعني ممكن تحتوي على مجموعات أخرى at least the interval سالب A و A. طيب وبالتالي الـ I star هي في الحقيقة أكبر فترة مفتوحة جزئية بالنسبة للآي والتي فيها الـ U1 يساوي الـ U2. إذن حنقول then الآي ستار، الآي ستار is the largest open sub interval في المجموعة I on which U1 يساوي U2. طيب الآن حنبدأ بالإثبات، حنبدأ بالكونتردكشن، حنبدأ الإثبات بالإنتردكشن. حنفترض أن الآي ستار is proper set من الآي. نحن البروبر سيت، بروبر سيت قبل كذا عرفنا يعني هو مجموعة جزئية من مجموعة أخرى ولكن لا يساوي، يعني المجموعة الكبيرة ممكن تحتوي نقطة هذه المجموعة غير محتوى فيها. من هنا حنقول إيه يبدأ إثبات إيه يبدأ إثبات، حنقول من هنا begin أو begin a proof by contradiction يعني باستخدام نقض الفرض.
يعني احنا افترض الايه، احنا الان لحد هنا توصلنا الى ان الاي ستار هي الماكسيمم ماكسيمال انترفال، ذا لارجست اوبن انترفال. الان حننقض الفرض، حنقول حنتوصل الى ان الاي ستار ليست هي الماكسيمال انترفال. بالتالي حنفرض ايه، حنقول سبوز I star جزئية ولكنها لا تساوي الـ I. يعني ممكن يكون في عناصر في الـ I ولكنها غير موجودة في الـ I star. طبعا هذه الأشياء اللي أنتم درستموها بالتفصيل في التحليل. في التحليل وفي الجبر احنا فقط ايه نوظفها توظيف. إذن في هذه الحالة حنقول ايه، ممكن يكون موجود في هذه الحالة. نقول then one of its endpoint حنسميها t not موجودة في ال i، مثل i موجودة في i واحد تقاطع i اثنين. Then limit by continuity بالنسبة لـ U1 of T و يساوي limit U2 of T عندما T تؤول الـ T الصفر. طبعا هذا الكلام حنقول ايه by continuity. طيب حنفترض هذه النقطة النهاية دي حنفترضها يونت، حنقول ايه call the point يونت. طبعا ممكن نوضح هذا من خلال الفيجر التالي، نوضح هذا الكلام. مثلا عندي الفترة هاي I، هذه الفترة I، وعندي الفترة T star from هذه T not وهذه I star. ما دام في عندي يونت يونت هذه النهاية حتكون موجودة في الآي، حطبق هنا الإكزيستنس والليروكنس، يعني حقول نفس الاستنتاج اللي قلته في البداية. ما دام عندي نقطة ابتدائية يعني نهاية نقطة أو ليميت بوينت، هذه الحالة حقول إيه thus by existence and uniqueness theorem you get a not أكبر من الصفر such that بحيث الـ initial value problem واحد، بحيث مسألة في القيمة الابتدائية واحد has a unique solution with initial a condition. ايش حيبقى عندي الانيشال كونديشن؟ انتم معايا؟ أنا عندي هنا T0 و البوينت أو النهاية لهذه القيمة حتكون يونت. بالتالي إيش حتكون الـ initial condition؟
ها عند initial condition اكتب ايه؟ هيبقى ايه؟ يو التينو تساي ايه؟ ها انتم معايا؟ ما زلتم معايا؟ الو؟ الحمد لله، هي جواهر، من كمان؟ ايوه طيب هكتب يو تي نوت يساوي يو نوت، هكتب يو تي نوت هكتب يو تي نوت يساوي ايه؟ يساوي يو نوت على الفترة اللي ايه؟ اي نوت اللي هي تي نوت ماينس اي و تي نوت زائد اي. ممكن نوضحها جرافيكالي برضه. طيب جرافيكالي اهو هذه الفترة الفترة الكبيرة اي، هذه الفترة الكبيرة اي، وبعدين عندي الفترة اي نوت راح تكون، انا وسعت الان تي نوت، هذه اي نوت و طبعا انا عندي الاي ستار لسه احنا كاتبين اي ستار عند تي نوت، هنا تي نوت بلس اي وهنا عندي ايه؟ تي نوت ماينس اي، هذه اي ستار. طيب بالتالي في هذه الحالة، في هذه الحالة حنقول ذن يو واحد اوف تي يساوي يو اثنين اوف تي على ايش من فترة؟ على الفترة اي ستار اتحاد اي نوت، ان اي ستار ان اي نوت اتحاد اي ستار، وهم كلهم جزئية من اي. طيب هنا حدث عندي ايه؟ خلاص انتهينا من البرهان، الان حيكون في عندي تعارض، هنا ياتي الكونتراديكشن، لان احنا مفترضين الايه؟ الاي ستار هي الماكسيمال، يعني مع خلاص، لكن هنا ايه؟ احنا ما ايش الماكسيمال الاي ستار، يعني ممكن اعمل توسعه لهنا. راح نقول هذا يتعارض كونتراديكتنج او كونترا مع ان الاي ستار از ماكسيمال انترفال اوف يونيكنس. وبالتالي لابد ان يكون الاي ستار از ماكسيمال انترفال بحيث اليو واحد يساوي ايه؟ اليو اثنين اوف تي. طيب في الحقيقه حنحاول نستفيد من هذه اللاما او هذه التمهيديه في اثبات النظريه التاليه. طبعا في نظرية برضو ونتيجة حنثبتها إن شاء الله في محاضرة قادمة. طيب سيرم تنص على ما يلي النظرية الآتية. طبعا مهم جدا نقرا كل حاجه، انا ما ندري بالنسبه للاختبار. تيرم 1 حفترض ان كونسيدر الانيشال فاليو بروبلم
one حنقول then for h x not موجودة في الـ e there exist a maximal interval يوجد maximal interval حنسميه j بحيث such that the initial value problem واحد has a unique solution x of t موجود فيه لي. طبعا احنا في المحاضرة السابقة شرحنا هذا الكلام بالتفصيل وعدنا يعني مسألة القيمة الابتدائية التي تحقق كنا قلنا الدالة F ومشتقتها متصلة وحين دالة F ومتصلة وتحقق ليبشيتس كونديشن إذن هذه النظرية تضمن لي إيه؟ وجود ماكسيمال انترفال بحيث مسألة القيمة الابتدائية لها حل وهذا الحل موجود في الإي طيب حنقول ذن لو في عندي حل ثاني حنقول ذات اف ذات از اف لو كان عندي لو كانت الانيشال بروبلم واحد هاز سوليوشن هنسميه مثلا y of t وهذا الحل معرف define on interval على فترتين ما حنسميه i ايش العلاقه حتكون؟ انا عندي هنا الجين ماكسيمال الجي هي الماكسيمال انترفال عندي حل آخر مسألة القيمة الابتداء لا حل على الانترفال I ما علاقة الآن الآي بالج إيش تتوقع ما هي العلاقة هل الآي تساوي الج ولا الج تساوي الآي ولا الآي حتكون جزئية ممتاز أنا عندي الج ماكسيمال برافو إذن حنقول ذن الآي السب يكون subset or equal j في ذي الحالة استنادا للاما السابقة ما هي العلاقة بين ال x of t وال y of t في ذي الحالة ال x of t يساوي ال y of t نقول and x of t يساوي y of t لكل t موجودة فين؟ ها حيساوي for all t تنتمي للايه؟ ممتاز برافو ايوه ممتاز برافو هنا مركزة معانا for all t تنتمي الى الاي يعني الاي جزئية for equal j بالتالي الاكس حتساوي for all t تنتمي الى الاي طبعا هذا اللي احنا عاوزين نثبته حنحاول نثبته الان. طيب اكثر من كذا عاوزين نثبته فرذر الجي از ان اوبن انترفال أكثر من ذلك يعني الماكسيمال انترفال لو كانت مغلقة من جهة معينة نستطيع نعمل ايه؟ اكستند وهذا يتناقض مع انها اوبن انترفال حنشوفها ان شاء الله
حاول نثبت خطوة خطوة. طيب الإثبات في الحقيقة لهذه النظرية حيعتمد على فهمنا لإثبات التمهيدية السابقة. طيب احنا حنبدأ حنقول باي ذا اكزيست اند يونيكنس ثيرم باي اكزيستنس يونيكنس ثيرم الانيشال فاليو بروبلم واحد has a solution على الفترة سالب A و A. طيب حنفرض أن نقول let ألفا وبيتا هي عبارة عن اتحاد كل الفترات مفتوحة I بحيث المسألة واحد لها على الآي. هنعرف الألفا والبيتا، هنقول هي اتحاد all open interval intervals I such that مسألة القيمة واحد has a solution on I. إذن هذه تعريف الايه الالفا والبيتا اتحاد كل الفترات I بحيث المسألة واحد لها حل هنا. طيب حنعرف الآن X الحل X T كمالي. حنعرف أن هذه fine X of T كمالي as follows حقول given t في هذه الفترة الفا وبيتا يوجد I جزئية من الفا والبيتا such that T تنتمي إلى I and initial value problem واحد has a solution حنسمي U T on I. طيب حفرض أن الحل X of T يساوي U of T على الآي. قل برضو let x of t يساوي ال u of t on i. طب حندعي الآن الآتي حنقول climb x of t معرف بشكل جيد as well defined على الفترة الفا وبيتا. حنقول because يعني is well defined because if t موجودة في ال i و ال i واحد تقاطع i اثنين برضو ال x of t برضو also ال x of t تحقق المعادلة أو المسألة القيمة الابتدائية واحد. هنقول solve one لأن أي نقطة عندي since h point t تنتمي إلى ألفا وبيتا is in some interval H
هيكون موجود في فترة I بحيث المعادلة واحد has a unique solution. And value of t تساوي x of t on i. طبعا في الحقيقة كان بإمكانكم ترجعوا تقرأوها برضو في الكتاب، ما أدري في أي سكشن، هي موجودة تحت عنوان Maximal Interval. كنت أفكر قبل ما أجيب لكم النظرية الأساسية اللي فيها تفصيلات نريد نثبتها بدون إثبات هذه النظرية أو التمهيدية، لكن في الحقيقة ما ينفعش، لابد نتمرس على يحتاج مننا نرجع نقرأ برضو الموجود شرح مفصل في الكتاب، ترجع وتقرأوا الحاجة هذه. زي هذه النظريات هو يفترض أن احنا نبدأ نحضرها بحيث نستطيع نتابعها بشكل جيد. طبعاً آخر شيء اللي هو إثبات الجي إنها is open، يعني الماكسيمال انترفال إثباتها بسيط جداً، حنخذها بخطوتين. To show G is open هنفترض أنه الجي، وحنتوصل إلى تعارض، المفروض الماكسيمال انترفال open، لكن احنا حنفترض حنقول suppose G تساوي ألفا وبيتا مغلقة من عند البيتا، وبالتالي then limit عندما تتأول البيتا من ناحية الشمال للحال X of T حتساوي إيه؟ X of بيتا. عندما أخذ النهاية حدي لي إيه؟ X of بيتا. يعني أنا عملت هنا إيه؟ تمديد، يعني الآن استطعت أنا ما كتبت كذا، لما أخذ الليمت حدي لي إيه إكس بيتا، وبالتالي أنا عملت هنا تمديد، حنقول بات وي كان هذه الحالة وي كان يونيكلي نستطيع توسيع الحل، وي كان يونيكلي توسيع نستطيع كون نستطيع أن نوسع الحل أو X of T إلى some interval مثلا، حيبقى ألفا وبيتا زائد ألفا مثلا. استطعنا الآن نوسع الحل، هذا يتعارض مع إيه؟ مع أنه الجي مفروض ماكسيمال انترفال، يعني ما نستطيع نوسع، وبالتالي حنقول هذا إيه؟ contradicting يتعارض مع إيه؟ مع أن that G is the maximal interval. كذا نكون إيه أكملنا إثبات هذه النظرية. إن شاء الله في المحاضرة القادمة في عندنا نظرية هامة جدا، أنا تركتها لمحاضرة الأسبوع القادم بمشيئة الله، حنشرحها بالتفصيل المفيد. أكتفي بهذا القدر. أي أسئلة أو استفسارات لكم؟ يعني على كل خلاصة محاضرة اليوم ومحاضرة الماضية تتكلم على الماكسيمال انترفال. في المحاضرة الماضية تعلمنا كيف نحسب الـ H، يعني استندنا إلى نظرية الوجود الوحدانية في حساب الـ H وحسبناها، وبعدين رحنا حلينا المعادلة حل عادي، وبعدين شفنا هل نستطيع نوسع الحل
يعني نظرية الوجود والوحدانية مدتنا بالحل في مكان معين، وبعد كذا احنا هل نستطيع نوسع ام لا على حسب. اليوم برضو حاولنا نعمل بعض الاثباتات او الجزء النظري، لانه كان هذا عبارة عن مسائل. فمحاضرة اليوم والمحاضرة القادمة حتدعم شغلنا السابق لكن بشكل نظري. طيب إذا نكتفي بهذا القدر، وشكرا لكم جميعا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.